قال ايه هاني شاكر. نشوف هاني شاكر مع ابله فهيته ونطلع لفاصل، وبعد منه نشوف وحياه اهلي وافراحه. بالرساله للنادي الاهلي، النادي الاهلي نبتدي بالاهلي على طول. يا ريتني قابلتك قبل ما اقابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان. يا ريتني قابلتك قبل ما قابل، يا ريت مشوار عمرنا يتكرر، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان. ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب وفات. كنت لقيتك وانت لقيتني، كنت هويتك وانت هويتني. يا طب ايه المناسبة؟ هتيجي تقول لي ايه المناسبة يعني دي دلوقتي؟ اولا المناسبة بصرف النظر عن طرافة اللي حصل واللقطة والموقف، انما اللي انا عايز يعني او عايزين هنا في البرنامج نوصله، انه اعتى الزملكاوية عندما يكونوا مش تحت ضغوط الكلام والمنافسة والنتيجة والمكايدة عارفين الحقيقة وبتطلع منهم بخفة دم بنشوفها في عمرو أديب وفاني شاكر اللي قد تفاجئه بيقول كلام يتناقض مع اللي بيقوله ده خالص لما يحصل موقف بقى، ويطلع بقى زعلان والأهلي ومش الأهلي، ويتكلم كمشجع وينسى الحقيقة التي يدركها وهو رايق. وعلى فكرة كابتن هاني ابنه أهلاوي جميل وبيحب الاهلي جدا 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 وبيبيزه قوي يعني بيقول لك بيشيل هم الماتشات عشان خاطر لكن